كريم محضر جزء رقمي يمكن تباينات الاراء ما بين محللي الكوره والنقاد الفنيين اللي بيتكلموا في الكوره تحديدا في الاستوديوهات التحليليه، ولكن الكل اجمع على فكره مش تقييم موديز دلوقتي، لكن النهارده كريم محضر ارقام مهمه جدا ممكن توضح لنا الفترة القادمة موقف موديست، الفترة الحالية هل رأي الجمهور رأي مقنع ولا لا؟ كريم، بص يا محمد، احنا فعلا موديست لما جه النادي الاهلي طبعا يعني جبت مهاجم من البوندسليجا ومهاجم واسم كبير، اسم معروف في العالم، ولغاية دلوقتي بكل ان كان يعني قلنا بكل صراحة لسه الناس مش راضية، الناس لسه مش راضية عن الشكل، خصوصا ان موديست ما بيظهرش كتير. طبعا الامانه اللمسات عمل كام، لما الكره بتجيله بيعمل لمسات كويسه وعنده طبعا احنا كان انا اسف يعني لعيب اكيد تاريخ، بس احنا برضو بنتكلم على اللي احنا شفناه. احنا عايزين نجاوب للساده المشاهدين ونقول لهم دلوقتي موديست فين، وفي وجهه نظري انا الشخصيه الفنيه البحته الفتره الجايه استنوا منه ايه كويس وتحاسبوه على ايه؟ عشان برضو بكل امانه ولا تحاسبه ان انت مستني منه مثلا يعني مثلا نسخه من تحركات وليد ازارو، وفي نفس الوقت هم الناس مش عايزه تشوف بكل امانه نسخه ثانيه من مروان محسن او الشكل بتاع المهاجم الكلاسيكي. طيب خلونا نبدا بالارقام. الارقام بتقول ان موديست لعب مع النادي الاهلي 3 مباريات. اول مباراتين لمس الكوره فيهم بمعدل من 16 ل 20 مره. وده رقم قليل جدا. رقم قليل. المباراه الثالثه وده النادي الاسماعيلي لمس الكوره من 8 مرات ل 10 مرات، فالنسبه بتقل. طيب انطوني موديست هو على الورق راس حربه صريح رقم 9، والنادي الاهلي مع مارسيل كولر بيلعب تقريبا بطريقتين. طريقة الديفولت هي 4-3-3، لكن التنفيذ في الملعب هي 4-1-4-1، لان مارسيل كولر بيلعب بيه هاف ديفندر بيأخر لعيب واحد وبالاثنين اللي معاه التمام. مارسيل كولر ما عندوش 10 بيقدمهم قدام عشان يعمل كثافة عددية في الخط الامامي. انطوني موديست انا بقول لكم بكل امانة في الوقت الحالي هو لحد ما لسه مش عارف يتماشى مع الطريقتين دول، ان هم مش مناسبين ليه. هو مش المهاجم اللي بينزل بره منطقه الجزاء ويستلم ويلعب ويتحرك ويلف ويعمل سكريننج، ان هو حركته واضحه ان هو لحد ما حركته بيتمشى اكتر ما بيجري في ارض الملعب، وبالتالي بتخليه عنده ازمه. موضوع التمشيه كتير ده يا محمد بيخليه عنده مشكله في ان هو يلاقي المكان المناسب لزمايله كتير، فبالتالي اختيارات زمايله في التمرير بتروح للي بيتحركه اكتر واسرع. هل معنى كلام من انطوني موديست مش هيبقى عنده حاجات ايجابيه للنادي الاهلي؟ لا، اوعى تستعجل. ليه؟ أهو. بس اللي يسمعك يتخض من الارقام. لا انا بقول لك اهو، اوعى تستعجل. اوعى تستعجل ليه بقى؟ ونفتكر مع بعض كده. انا في وجهه نظري الشخصيه انطوني موديست هيبقى مفيد جدا 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 للنادي الاهلي في المباريات المخنوقه، خصوصا في التوقيتات الاخيره. والتوقيتات الاخيره دي هتاخدنا الحته اللي نتكلم عليها. مثلا مباراه اتحاد العاصمه، مباراه السوبر الافريقي، نادي اتحاد العاصمه قدر يجيب فيك هدف في نهايه الشوط الاول وفضل خانقك الشوط الثاني. لو كان معاك لعيب زي انطوني موديست كان ممكن وجد لك حل في ايه، في محطه اللعب. ونفتكر مارسيل كولر عمل ايه، نزل ياسر ابراهيم مساك وطل وقدم محمد عبد المنعم عشان يعمل له موضوع البرج، انه ينزل الكوره، ان كان صلاح محسن قصير وكهرباء ما بيعملهاش. طيب فانا في وجهه نظري الشخصيه انطوني موديست هيبقى مفيد للغايه اذا التزم او طلب منه الاتي: واحد، يلعب في طريقه لما النادي الاهلي طريقته تتحول ل 4-4-2 صريحه في الشوط الثاني. نقول ثاني، موديست هيبقى مفيد جدا جدا لما طريقه النادي الاهلي تتحول في الشوط الثاني قدام بعض الفرق، مش كل الفرق، قدام بعض الفرق اللي انت هتتاخر في التسجيل امامها وهتخنقك. وده طبعا هتشوفه في افريقيا في وجهه نظري اكتر من الدوري. النادي الاهلي السنه دي واضح جدا في المنافسه المحليه عمل جيوشبي، عمل فجوه، في فجوه حصلت والفجوه بتزيد. فافريقيا لا، افريقيا مش بنتكلم على قوه او ضعف، بنتكلم على اسلوب لعب مختلف.
اسلوب لعب مختلف. فمن المرجح انك في الدوري الافريقي الجديد او في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله او حتى في كاس الانديه اللي البطوله دي انت ممكن مش هينفع تهاجم فيها. اسلوب لعبك في كاس العالم الانديه يختلف, هيختلف عن اسلوب لعبك في افريقيا وعن في مصر. فساعتها هتحتاج محطه لعب تسند عليه ويبدا يحرك, ونظرتك انت ليه وتقييمك لانطوني مودس ساعتها هيختلف تماما, وانت بتقيمه قدام فريق انت عايز تنزل تكسبه سكور. لان الفريق انت عايز تكسبه سكور, انت عايز المهاجم يعمل ايه؟ يتحرك كتير ويديك بقى اللمسه والمش اللمسه والمش والكعب ومش الكعب وبتاع. لا, في الماتشات الثانيه انت هتوافق ان انطوني مودس يلمس الكوره عدد معين بس تبقى لمسه افشنت جدا او مثمره, لمسه مثمره. طيب اللي انا بقول لك يا محمد يعني ايه؟ يعني ان في بعض الاحيان, في بعض الاحيان وربما تبقى كتيره شويه الفتره الجايه, ان انطوني مودس ما يبداش, يقعد على الدكه وتستنى تشوف شكل الماتش ماشي ازاي. بعد ما تشوف ماشي ازاي تبدا تدخله كحل ليك اذا الماتش اتأزم, زي بالظبط بالظبط ماتش حد العاصمه. لو معاك انطوني مودست وحطه على الدكه هتنزله اخر نص ساعه بس تلعب بايه؟ باتنين, تلعب باتنين سترايكرز وتغير اسلوب لعبك. مش هينفع نلعب من العمق, هنخترق من الاطراف عشان نرمي الكروسات. تيجي اوريها لك؟ يلا بينا. تعالى اوريها لك عشان يبقى الكلام واضح بالامثله. ببساطه النادي الاهلي دي طريقه لعبه, ادي الاربعه واحد اربعه واحد تمام, بيلعب اي فريق في الشوط الاول. الشوط الثاني تخيلوا معايا كده يا جماعه, الشوط الثاني الفريق ده عمل زون ديفنس. زون ديفنس يعني بتلعب ايه؟ 6 3 1. اتحاد العاصمه قدامنا لعب في الشوط الثاني 6 او 6 4 0, رسلك سداسيه ورا عشان يقفل لك الدنيا وما لعبش بمهاجم وسابك. ده شكل الشوط الثاني بقول مثلا يعني, وده احنا ساعات بنشوفه لو تفتكروا الكابتن طارق العشري هو الدوري يعني لما بيكون الفرق عندها بعض اللعيبه كويسه ويقدروا يصمدوا قدام 45 دقيقه الاولى قدام النادي الاهلي. الاهلي بيلعب كده 4 1 4 1 قدام 6 4 0 بيعاني. ليه؟ مش عارف تخترق, ولما بتوصل حتى تلعب كرات عرضيه العد الكبير ده بيقفل لك الدنيا. طيب يبقى نعمل ايه بقى؟ ببساطه الخطه تتقلب ليه 4 4 2. في الحاله الهجوميه على طول دول بيخشوا جوه منطقه الجزاء ودول بيرجعوا, كل ده هيرجع وده هيقفل لك وده هيطير هنا وده هيرجع وده هيتقدم. وساعات بتلعب النادي الاهلي بيلعب بيحط التنين المسكين بتوعه هنا اهو, بيبقى ده الشكل. اعتقد اتحاد العاصمه لو نفتكر مع بعض كان ده دايما شكل الشوط الثاني, الاهلي بيلعب باتنين يعني بيقدم بس لازم جوه منطقه الجزاء تلعب حط اتنين منهم انطوني مودست وجنبيه مثلا كهربا, اتنين طوال, وتبدا تغير اسلوب لعبك انك تلعب كرات عرضيه كتير, تلعب كرات عرضيه كتير. ساعتها هتشوف نجاعه اكبر لمودست, لان مودست ساعتها يا محمد مش هيلعب بره منطقه الجزاء. بره منطقه الجزاء واضح هيدخل في الصندوق مش بتاعته, بره منطقه الجزاء مش بتاعته, جوه منطقه الجزاء الناس هتبدا نظرتها ليه تختلف. وكمان في مونديال الانديه لما نروح بقى ونشوف ازاي النهارده النادي الاهلي هيلاعب فرق زي اتحاد جده, وان شاء الله ليه لا نلاعب بطل الكوبا ليبرتادورس اللي احنا ما نعرفوش, وان شاء الله كمان نشوف مانشستر سيتي ليه لا. طبعا ساعتها مع كامل احترامي انت مش هتلعب على استحواذ, لا خالص مفيش استحواذ مع الناس دي, والماتشات الكبيره دي ممكن تظهر امكانيات مودست اكتر. برافو عليك. عكس لما يلعب الاسماعيلي او يلعب المصري او المهم ان احنا نحط له جوب ديسكريبشن زي الوظائف. لما بنتكلم على الوظائف جوب ايه المطلوب منه؟ لو انت منتظر من مودست يبقى نسخه من ازارو انسى انسى, مستحيل رابع المستحيلات. مش هو الستايل ده, مش ستايل المهاجم ده. ده راجل مستني العرضية ومستني لمسة جوه منطقة الجزاء ومستني طريقة لعب مختلفة. لحد ما لما هو يبقى وحيد يا محمد صعب, لان الاطراف احنا خيبك النادي الاهلي معظم القائمة بتاعته جناحات. بالظبط الاجنحة النادي الاهلي قائمة مفيش خيارات اكتر في الاسترايكر, جناحات. احنا جناحات جناحات, فالجناحات عايزة سرعة حركة ودايما حركة بدون كرة. مودس ما بيتحركش بدون كرة كتير,
دليل الارقام اللي انت قلتها، الارقام قليله جدا، ده اللي احنا شفناه. فعشان واحد ولا تبقى ظالم ولا تبقى ايه يعني مهول له الدنيا،